خير للمشاهدين. قطاع البنوك تأثر كباقي القطاعات في جميع دول العالم إثر جائحة كورونا، مما أدى إلى الاستغناء عن أعداد ليست بالقليلة من الموظفين في الأردن بشكل خاص وفي العالم بشكل عام. نقابة العاملين في قطاع المصارف والتأمين والمحاسبة اليوم نتحدث معها لنرى ما هي الحلول، لنرى ما هي الأسباب، لنرى هل هنالك أمل لعودة الموظفين، هل هنالك لوقوف النقابة مع الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم. ينضم إلي في الصباح الدكتور حيدر الرشيد، وهو رئيس النقابة، نقابة العاملين في قطاع المصارف والتأمين والمحاسبة. صباح الخير يا هلا، صباح الورد. أهلا دكتور. أثرت جائحة كورونا على القطاع المصرفي وأيضا قطاع التأمين وقطاع المحاسبة، كان هنالك تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لعدد من البنوك قامت بالاستغناء عن أعداد ليست بقليلة عن الموظفين إثر هذه الجائحة. هل هذا أو هل هذه التداعيات هي بسيطة بالنسبة لكم أم كبيرة؟ هل هنالك حلول؟ هل تم طرح هذه المواضيع أم لا؟ شكرا جزيلا وأهلا وسهلا فيكم. الواقع يعني لتصحيح المعلومة، لأن وسائل التواصل الاجتماعي عادة بتحاول أنها يعني تهول الأمور شوي. نعم. بعض الوسائل طرحت بأنه مجازر في البنوك والاستغناء عن أعداد كبيرة. أنا يعني بتقديري كرئيس للنقابة الأمور مش في هذا المستوى في القطاع المصرفي. إحنا لم تصلنا أي شكوى من أي موظف أو من أي بنك بأنه في هنالك استغناء عن الموظفين. ما يحصل هو استمرار لعمليات سابقة لأزمة كورونا، وهي ليست بسبب أزمة كورونا، لعملية يعني تنظيم وضع كل بنك من حيث حجم القوى العاملة ويعني طبيعة العمل وحجمه. فغالبية البنوك الآن إذا لم تكن جميعها لا تقوم بفصل العمال، بل تقوم بطرح حوافز مالية من أجل أن يقوموا بتقديم استقالات طوعية. واللي سمعته أنا بأنه يعني بعض البنوك أو أعداد قليلة تقوم ب يعني طلب من الموظفين تقديم استقالاتهم في حال ما يعني بتقبلوا هم أو بيقبلوا العرض. هذا هلأ الفصل بمفهومه اللي إحنا بنعرفه هذا موضوع آخر، ويعني فصل مخالف للقانون. لاحظت عمليات يعني تتدخل فيها النقابة والنقابات فورا، لأنه القانون بعطيها الحق أنه تتدخل، خاصة إذا كان الفصل جماعي. فأنا يعني بتقديري أثرت جائحة كورونا على العالم كله، على الأردن، على الاقتصاد وعلى العمالة بشكل خاص، ولكنها في القطاع المصرفي يعني تقديري ذات تأثير محدود. في جوانب أخرى أثرت فيها على الموظفين، يعني ممكن نحكي معها عنها إذا في مجال. أكيد. طب دكتور، اليوم الاستقالة الطوعية تعتبر قانونية وقانونيتها مطلقة صحيح؟ نعم، الاستقالة الطوعية يعني إذا تمت من خلال الحوار، والحوار أنت بتعرف قد يكون يعني غير متكافئ، ففي بعض الحالات الإدارات تلجأ إلى أسلوب يا بتستقيل يا إما أنه إحنا من روحك من العمل. لكن في النهاية اللي بيحكم الموضوع هو أنه يقدم الموظف استقالته، فإذا قدمها ما يسبق ذلك كله يعني ما له أهمية، المهم أنه في استقالة خطية، هذا اللي بيحكم الموضوع. كثيرين بيجونا على النقابة، يعني طبعا من أوقات سابقة بيجوا بيقول لك والله أنا أجبروني على الاستقالة. طيب شو عملت لي؟ جيت على النقابة؟ بس أنا استقلت. يعني انت استقلت عمليا، انتهى الموضوع، يعني وقعت الاوراق. وقع الاوراق، وكثير من الحالات مش مره ولا مرتين ولا عشره كان في محاولات للفصل وبدون ذكر البنوك، وتوجه الموظفين الى النقابه
يعني بشكل شبه جماعي 10 5 7 8 واستطاعت النقابة إنها تحل مشكلتهم. الحل قد لا يكون إعادتهم إلى العمل، لأنه بتعرف صاحب العمل في القانون، والقانون عندنا مش يعني 100% قانون العمل لمصلحة العامل. عمليا الحل كان من خلال يعني إعطائهم تعويضات، وتعويضات مجزية. يعني أنا بدي أضرب لك مثال بدون ذكر اسم البنك، أحد البنوك بده يلغي كان وظيفة سكرتيرة، فصاروا يطلبوا من السكرتيرات يستقيلوا أو بفصلوهم، يعني إرهاب. إجوا عدد من السكرتيرات مش مستقيلين، لاحظت، رفضوا يستقيلوا. قلنا لهم أوكي إحنا بنتبنى قضيتكم، لكن اللي استقالوا تقدروا تجيبوهم؟ قالوا بنجيبهم. جمع حوالي 14 واحدة في النقابة، وجهنا كتاب للبنك، لاحظت، وتفاوضنا إحنا وياه. حصلنا على يعني اتفاق بدفع تعويضات غير التعويضات اللي يعني يرتبها قانون العمل، إضافية تبدأ من 8 أشهر راتب إضافي غير ما يعطيه قانون العمل، وتنتهي ب 12 شهر حسب يعني المدة اللي خدمتها السكرتيرة. وتستغرب بجوز إنه واحدة منهم كانت خدمتها 8 أشهر وأخذت تعويضات 8 أشهر لاحظت إضافية هاي بموجب الاتفاق. إذن يعني القانون واضح وصريح، وهو في موضوع الفصل ليس إلى جانب العامل، يعني هذا إشي مؤكد، لكن هنالك يعني طرق ووسائل لتحصيل حقوق العمال أو الموظفين، لاحظ، في حال ما إنهم، وهذا إشي مهم، لجأوا إلى النقابة. ومن المهم جدا اللجوء إلى النقابة وإبلاغها قبل أن يقوم الموظف بالاستقالة. دكتور، سنعود إلى النقابة، ولكن بشكل، بما أنه تحدثنا على عن القانون، اليوم نحن في ظل قانون الدفاع، وهنالك قانون خاص بالعاملين وهو القانون رقم 6، وأيضا تعديلاته التي طرحت فيما بعد من قبل رئيس الوزراء. اليوم نظرة نقابة العاملين في المصارف، نعم، إلى هذا القانون، والبعض يقول كما يتداول الأشخاص في الشارع بأنه يصب بصالح صاحب العمل، نعم، وليس في حق العامل. طبعا بداية يعني أنا شخصيا بقول بأنه أوامر الدفاع هي شكل من أشكال العودة إلى الأحكام العرفية، وهذا إشي يعني غير محبب، وإحنا عانينا من الأحكام العرفية لسنوات طويلة. نعم. لكن برضو كمان بنفس الوقت بدي أقول بأنه أداء الفريق الحكومي فيما يتعلق بجانحة كورونا، نعم، كان أداء مميز، لكن هذا يعني لا يعطي الحكومة الحق بأنها تلغي العمل بكافة القوانين، ويعني تسير الأمور من خلال أوامر دفاع لاحظت مختلف عليها. نعم. أول نقطة أنا بتقديري، وهي في إلنا تحفظ عليها، أن أمر الدفاع رقم 1 تناول قضية مؤسسة الضمان الاجتماعي وعلق كافة بنودها، كافة أحكام قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، بمعنى أنه أوحى بأنه مؤسسة الضمان الاجتماعي ستكون هي التي تتحمل العبء المالي لجانحة كورونا، وأيضا بالنتيجة المباشرة وغير المباشرة العمال. نعم. وهذا الشيء يعني ثبت. نعم. فأنا شخصيا أعتبر أنه أمر الدفاع رقم 6 وتعديلاته هي ليست في صالح العمال، والأموال التي يتم استعمالها أو استغلالها هي أموال الضمان الاجتماعي، وإن كان يعني يتم اللجوء إليها من خلال يعني مسميات مختلفة. لضيق الوقت لم يتبقى معنا وقت، اليوم نوجه رسالة للعاملين في قطاع المصارف والتأمين والمحاسبة، العودة إلى نقابتهم للوقوف معهم في حال تعرضوا إلى نوع من أنواع الظلم. نعم. خلينا نحكي، نعم، في، نعم، العامية. والنقابة على قدر عالي من المسؤولية ستعمل على تأمين جميع احتياجات العاملين في هذا القطاع. إذا لجأ لها العامل، نعم، لاحظت، هي قادرة بشكل أو بآخر، نعم، على الدفاع عنه. وتاريخ النقابة
العربية تاريخ يعني نعم. مليء بال خليني أقول المناسبات والأحداث التي تؤكد هذه الحقيقة. نعم، شكرا لك دكتور حيدر رشيد، وأنت رئيس نقابة العاملين في قطاع المصارف والتأمين والمحاسبة. من هنا هذا الحديث، إذا فاتكم يمكنكم متابعته عبر صفحات دنيا دنيا وأيضا موقع دنيا يا دنيا وعبر اليوتيوب. من هنا فاصل، وبعد الفاصل نستكمل ما تبقى من فقرات دنيا دنيا. صباحكم سعيد.